بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام، ضيوفنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة التي هي امتداد لسلسلة حوارية متواصلة هدفها إماطة اللثام ولو على جزء يسير من مشروع تغييري كبير تحمل لواءه الحركة الإسلامية، حركة سرت في الأمة مصراء أنوار الفجر في ظلام الليل، فكانت بحق ملاذا لكل أواه منيب. وقد كان أملها ولا يزال بعد طلب العون والتوفيق والتأييد من الله عز وجل أن تسهم في تغيير واقع الغثائية التي تعيشها الأمة الإسلامية، علها تحقق لهذه الإنسانية المعذبة المكبلة بأغلال الجهل بالله المتنكبة عن صراطه المستقيم. ولجماعة العدل والإحسان تصور لهذا الأفق الموعود والتغيير المنشود، نحاول بسط معالمه الكبرى في هذه الجلسة الحوارية مع ضيوف أجلاء، يتقدمهم فضيلة العلامة المجاهد الأستاذ عبد السلام ياسين المرشد العام لجماعة العدل والإحسان، ومعه الأستاذ الفاضل عمر أمكاسو عضو مجلس الإرشاد وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية ونائب أمينها العام ومسؤول الإعلام داخل الجماعة، والأستاذ الجليل محمد حمداوي عضو مجلس الإرشاد وعضو الأمانة العامة ومسؤول العلاقات الخارجية للجماعة. أهلا بكم أساتذة الأفاضل جميعا. لو بدأت معك أستاذي الكريم أستاذ عبد السلام ياسين، ركزت كثيرا في مجمل كتاباتك على ضرورة الوعي التاريخي خاصة في حق العاملين للإسلام الحاملين لهم إعادة البناء على الأساس الأول، واعتبرت أن أصل البلاء في الأمة هو ما وقع من انكسار تاريخي حول مجرى حياتها ففقدت بالتدريج مقوماتها. ما المقصود سيدي بهذا الانكسار، وما علاقته بحاضر الأمة ومستقبلها؟ أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه. لعل في العبارة على وزن فعل انكسار انفعال فيه تراجع عن حقيقة ما وقع في تاريخ المسلمين من فضائع، من كسر إرادي، من كسر مقصود لشوكة الإسلام. ذلك ما يسكت عنه كثير من المسلمين، وذلك ما يبوح به ويشكو منه إخواننا المسلمين الشيعة عندما يقولون إنه وقع شيء يسمى فظيعة كربلاء. فظيعة كربلاء هذه من الانكسارات التاريخية، وما كربلاء إلا نتيجة لرفع حر، رجل حر هو الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، عندما أبى أن يبايع من أتوا إلى الحكم على أطراف الأسنة والرماح. لا أسمي أشخاصا، ولكن الأمر معلوم بالضرورة في تاريخ المسلمين. فإذا إن قلنا انكسار بدل أن نقول كسر، فإنما تعففنا لكي لا نتعرض ولكي لا ننظر وجها لوجه إلى تاريخنا كما هو. سيدي الفاضل، ألا يعتبر النبش في ذلك التاريخ تنكيئا للجرح وجرأة على جيل فاضل اختاره الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يسعنا أن نطوي تلك الصفحات ونقول تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا، فلنعصم منها ألسنتنا وأقلامنا؟ هكذا كان يقول
المتخوفون على بيضة الإسلام في كل العصور. تلك أحداث عصم الله عز وجل منها سيوفنا، أفنعصم معناها ألسنتنا، أفنكف نتحدث. إننا إن لم نتحدث نكون كالطبيب الذي يرى في مريضه جرحا وعضوا يوشك أن يعم الجسم كله ويهلك بذلك المريض، فيترك المريض تعففا من أن يأخذ تلك اللحمة الخانزة باللغة الدارجة، تلك اللحمة الميتة، ويبصرها وينبذها ويستغني عنها. سيدي عمر، ماذا تقول في هذا الانحصار، في صيغة الانحصار؟ هو بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحديث عن الانكسار التاريخي الذي أصاب المسلمين في وقت مبكر منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم مات على ذلك من فتن أدت في الأخير إلى أن يتدحرج أمر المسلمين من خلافة راشدة ثم إلى ملك عضوض ثم إلى ملك جبري. هذا الحديث هو أمر تقتضيه النظرة السديدة إلى تاريخ المسلمين، حيث لا يمكننا أن نعالج واقعنا إلا إذا عدنا إلى ذلك التاريخ وتسلحنا بهذه العين الناقدة التي تنظر من أعالي التاريخ لنضع أصابعنا على مكمن الداء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم بأن عرى الإسلام ستنقض، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وأولهن نقضا الحكم وآخرها الصلاة. وهذا الخبر الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقع، حيث انتقضت عروة الإسلام في وقت مبكر، وانقلب أمر المسلمين إلى ملك يتلاعب به أغيلمة قريش كما سموه، وبذلك وقع الانحدار، بل كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منهم. نعم، وحذر من لعب الغلمان والفتياتي. نعم، إذن فوقع ذلك الانكسار، ولا يمكننا أن نعيد بناء أمر هذه الأمة إلا إذا فهمنا كيف وقع هذا الانكسار، ما ملابساته، وكيف نعيد جمع أطراف الأمة وعرى الإسلام حتى تجتمع وتلتئم من جديد. إذا نحن نظرنا إلى قوم في عصرنا هذا من غلمة قريش يتخذون من انتسابهم إلى الدوحة النبوية الشريفة كرسيا يجلسون عليه لكي يمارسوا ماذا؟ لكي يمارسوا العضاء والجبرة. ماذا نقول لهؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي سيدنا محمد وآله. وتاريخ أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاريخ عمه هذا الانكسار التاريخي الذي تحدث عنه فضيلة الأستاذ المرشد، ويعني هذا التاريخ في حقيقة يعني قد وصل إلى أوصل الأمة الآن إلى حالة من الضعف ومن الوهن ومن التخلف لم يسبق لها مثيل في تاريخ هذه الأمة. والله سبحانه جل وعلا عندما تحدث عن يعني تحميل المسؤولية فيما حدث في القرآن الكريم، وكما تحدث أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الحديث واضحا يعني في آيات الكتاب الله عز وجل، عندما تحدث الله عز وجل عن طغيان فرعون وعن ما فعل في قومه، فالله عز وجل قال سبحانه جل وعلا: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يعني أن الله عز وجل قد حمل مسؤولية الفساد والإفساد في قوم سيدنا موسى عليه السلام إلى فرعون وإلى هامان وإلى جنودهما. وهنا الملاحظة دقيقة جدا، أن الله عز وجل لم يخص فرعون وحده بهذا العمل الدني، ولكن أشرك معه هامان وجنوده، معنى معاصر. هناك يعني جهاز وهناك نظام سياسي بمعنى المعاصر هو الذي تصدى لعملية الاستبداد وعملية الإفساد في وسط الأمة. لهذا فالانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللدوحة النبوية لا يعفي إطلاقا من هذه المسؤولية العظمى. فخير نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة به عليه الصلاة والسلام، واتباع سنته عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. أما الظلم والجور فهذا لا علاقة له إطلاقا بمنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوراثة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي وراثة الرشد
ووراثة العدل والقسط على منهج الله ومنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذ الكريم، هل يمكن أن نفهم انطلاقا مما تفضلتم به أن المدخل الأساس في التغيير بالنسبة لجماعة الإحسان هو المدخل السياسي؟ العدل والإحسان، هذا الاسم الذي تحمله الجماعة، يشير إلى أن مجال العمل في الجماعة يرتكز على أساسين اثنين. الأساس الأول هو أساس العدل، والأساس الثاني هو أساس الإحسان، بمعنى أن مطلب العدل هو مطلب أساسي في الجماعة، مطلب إقامة القسط في الأمة وإقامة مجتمع القيم النبيلة، مجتمع الإيمان، مجتمع الحرية العامة. هذا مطلب أساس في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك المطلب الثاني، مطلب الإحسان، وهو مطلب تزكية النفس باللغة القرآنية، لفظ تزكية، تزكية النفس. وهذا المطلب أيضا مطلب أساس، وهناك تكامل ما بين المطلبين. والأخ المرشد حفظه الله في كتاباته قد عبر عن هذين المطلبين بلفظ الخلاص، فذكر بأن الجماعة تحمل مشروعين: مشروع الخلاص الفردي ومشروع الخلاص الجماعي. فالمشروع الخلاص الفردي مرتبط بغاية الإحسان وبإحصار وحرص الإنسان على أن يعتق نفسه من النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها. فإذا المشروع العمر على المستوى الفردي هو أن الإنسان سيبيع نفسه، فليرى كل إنسان لمن يبيع نفسه، إما أن يبيع نفسه لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولطاعة الله فيعتق هذه النفس من نار جهنم، وإما أن يبيع هذه النفس للهوى وللشيطان فيوبقه العيد بالله في نار جهنم. فهذا هو المشروع يعني الخلاص يعني الـ يعني الـ يعني, الـ يعني الـ الفردي. أما الخلاص المشروع الخلاص الجماعي فهو انعتاق الأمة كما قلت من الفساد ومن الاستبداد ومن الظلم ومن الجور. في هذا السياق أستاذ أمكاسو، كثير ما تتحدث الحركات الإسلامية عموما عن النضج الحركي وعن ضبط التنظيم وعن تطعيمه بالوعي السياسي، وتركز على فقه الواقع قصد إدراك طبيعة المرحلة ومتطلباتها. في غمرة هذه الاهتمامات المتباينة يحضر سؤال ملح: أي دور للعامل الذاتي في هذا التغيير؟ العامل الذاتي هو عامل حاسم وأساس وأولي في كل تغيير ننشده. فعملية التغيير في الواقع هي عملية جد معقدة، والإنسان باعتباره الفاعل الأساس في عملية التغيير والمشارك في عملية التغيير، وباعتبارها أيضا المستقبل لهذه العملية والمستجيب لها، هو ضروري جدا. ولذلك ننطلق في جماعتنا من قوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما بالقوم هو هذا الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري والتربوي بكل ما يلابسه من انحراف، من منكر، من تسلط، من ظلم، من استبداد. فهذا الواقع لا يمكن أن يتغير، ولا يمكن أن يصل هذا التغيير إلى الهدف الذي ننشده إلا إذا تغير ما بالإنسان. والإنسان الذي نقصده هنا ليس تلك الدابة الأرضية أو ذلك الكائن الأرضي الذي يعيش حياته منقطعا عن آخرته ولا يفكر في مآله ما بعد الموت، إنما الإنسان الذي نريد أن نغير به وأن نغير حاله وأن يتغير من تلقاء نفسه، هو الإنسان المخلوق من الله عز وجل الذي يتوخى تحقيق العبودية الكاملة لله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية بمعناها الشامل، بمعنى الخضوع الكامل لله سبحانه وتعالى والدينونة له وعمارة الأرض وفق ما يتطلبه شرع الله عز وجل. إذن فهذا الإنسان الذي هو المغير وهو الذي سيقع عليه التغيير نتوجه إليه في جماعة العدل والإحسان بكل برامجنا التربوية والتعليمية والاجتماعية والسياسية، من أجل أن يتأهل ليقوم بدوره ليحمل هذا المشروع. وحمل هذا المشروع لا يكون
عن طريق استيعابه فكريا، إنما حمله في قلبه، يعيش به في يومه تقربا إلى الله عز وجل، يعيش في ظل هذا التقرب ويتسلق ويرتقي في مراتب الدين من إسلام إلى إيمان ثم نحو الغاية الإحسانية كما تفضل الأخ الأستاذ الحمداوي، ويعيش لذلك المشروع ويعيش بذلك المشروع ومن أجل ذلك المشروع. وهذا لا يتأتى إلا إذا أهلنا هذا الإنسان وتكون في محاضن الإيمان كما كان الرعيل الأول في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إذا تتبعنا مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف ربى صحابته رضوان الله عليهم ذلك الجيل الفريد كما سماه السيد قطب رحمه الله، فقد قضى الرسول صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وهو يؤهل هذا الإنسان في جانبه التربوي بالمعنى الشامل للتربية، بل حتى في المدينة لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ تنزيل المشروع الإسلامي كان القرآن المدني دائما يحوم حول الجانب الإيماني وحول ما يسميه البعض بالعقيدة حتى يكون أساس التغيير أساسا متينا. نسبت في بدأنا في في بحثنا عن الزجر الإلهي الشديد بالحديث عن مآل المجرمين الكافرين المشركين الظالمين الذين يحجبون عن رؤية الله عز وجل في الآخرة، في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لأصحاب الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. إن التكذيب بالآخرة والإعراض عن أو الاستخفاف بالآخرة والمصير الأخروي والغياب عن هذه الحقيقة حقيقة الحقائق وأننا جميعا ذات يوم سنلقى الله تعالى سنموت، ماذا بعد الموت؟ هذا ما يتحدث عنه فيلسوف ولا كاتب ولا إسلامي إلا من رحم ربك. يا حسرة على العباد حتى الإسلاميون قلما تجدون يتحدثون عن الآخرة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك فينا تراثا لا يتحدث إلا عن الآخرة، فإنه صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤية هذا الجيل ويعلم الله جيلتي بعده، قال اشتقنا لرؤية إخواننا، قال نحن إخوانك يا رسول الله، قال بل أنتم أصحابي وسيأتي قوم هم إخواني. الإخوان هؤلاء الذين يسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا أن نسلم عليهم أمواتا وأحياء، فعلمنا عندما ندخل إلى مقبرة أن نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إنه إذ اختل التوازن بين مطلبي العدل والإحسان يوشك أن نكون من النائمين الغافلين وتستمر بفعلتنا وبغفلتنا نحن الذين ينظر إلى الناس لكي يأتموا بنا، يكون ذلك في أعناقنا فتستمر الأمة في غفلاتها وفي غفوتها وفي نعاسها، ويكون إثم ذلك على من سكت عن نبش أصل هذا البلاء كله وهو فساد الحكم. وعندما فسد الحكم فسد معه الدين جزء كبير منه، وذهب بعض الناس إلى زوايا وإلى أكناف المساجد يذكرون الله وقد نفضوا أيديهم عن شأن الأمة العام، فيقولون إن من الصحابة من فعل ذلك ومن التابعين من فعل ذلك، نقول نحن إنهم فعلوا ذلك اجتهادا منهم لأنهم رأوا فتنة عارمة لا دواء لها في زمانهم إلا أن ينكفوا وإلا أن يتركوا الميدان لغيرهم. نحن نقول لا نترك الميدان لغيرنا بل نتصدى لإصلاح أنفسنا ابتداء بأنفسنا ثم لإصلاح أمتي فردا فردا. لذلك يكون مطلب التربية أولا ثم التربية ثانية ثم التربية ثالثا، والتربية تكون موجهة للأفراد داخل الجماعة، لأنه يجب أن تكون هناك جماعة تربي، لا يمكن أن نربي الأطفال إذا كانت البيئة التي ينشأ فيها تجد أنت الواعظ واعظ الجمعة
ويرحم الله الواعظ وعظم يبدون جهدا كبيرا في تذكير الناس بربهم وبالقبر وبالآخرة، ثم يخرج الناس بالمسجد وينفضون ذلك كله ويذهب كل ذلك هباء منثورا. ذلك لأن البيئة خارج المسجد بيئة لا تستطيع ولا تصلح وليست مؤهلة لكي تحافظ على ذلك الوعظ الجميل الذي سمعه الناس في الجد، فينفض الناس ويذهب كل إلى حال سبيله. ومن الناس من يقول نحن نطلب الإحسان بعيدا عن التعرض للسياسة والرساسة ويسوس، ولا عبد الله وساسة ويسوس كما يقول بعضهم. نحن نقول لا، لا خلاص للأمة ولا لأنفسنا نفسا نفسا إن لم نحمل هم الأمة وإن لم نفقه لماذا فسد أمر الأمة، وإن لم نعرف وإن لم نتفطن إلى أن الذي أفسد الأمة هو فساد الحكم. فلذلك نتصدى مباشرة للحكام، نقول إنكم ظلمة غاشمون، وإنكم غلمة قاتلون، وإنكم أصل الوباء والداء. أستاذي الجليل عبد السلام ياسين، كيف يمكن الجمع بين توزين العامل الذاتي الذي تفضل به الأستاذ أمكاسو وهو يرتكز أساسا على الفرد، والعمل المنظم الذي يفترض ضرورة العمل الجماعي؟ أهل الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عز وجل ذكرنا في كتابه العزيز دروسا ينبغي أن نقف عندها وأن نفكر فيها وأن نستعملها في فتحنا لصندوق الصندوق العجيب الذي هو قلوبنا وعقولنا. في غزوة أحد عصى نفر من الصحابة رضي الله عنهم اجتهادا منهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبرحوا وأن لا يتركوا أماكنهم، فجاء التوبيخ الإلهي في قوله تعالى بل هو من عند أنفسكم، بل هو من عند أنفسكم. وفي كتاب الله عز وجل خطاب عام لقوم غفلوا عن الله عز وجل وران الرين على قلوبهم وأظلمت قلوبهم، فإذا لم نعمد إلى كشف ما في على هذه القلوب من الراني فإننا لا نستفيد من قول الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أولئك الذين قرأنا أول جلسة مصيرهم إنا يحجبون عن الله عز وجل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. نعوذ بالله، ونرجع إلى ما كنا فيه إلى سؤال أخينا. كيف نجمع قلت سيدي الفاضل بين هذا الهم الفردي وبين بين ما يتطلبه العمل الجماعي من جهود؟ إنه خيار في أول ما ننطلق، خيار إما أن نستعذب ونستحسن ونفضل القعود فاجلس فإنك لا تصلح للجهاد. أقول أنا أذكر ربي وأتوجه إلى ربي وأقرأ القرآن وأتلو القرآن وأعمل الصالحات ولا شأن لي بالجماعة. الرين على هذه القلوب ينبغي أن يزال بالتربية فردا فردا وبالتربية في جماعة، لأنه لا يمكن أن نربي كما قلت آنفا، لا يمكن أن نربي الناس وأن نعظ الناس ثم نتركهم سبهللا في قوم غافلين، لا سيما إذا كنا نعيش في بلد عم فيه الفساد وغم فيه على عقول الناس وعلى عقولهم، كما هو شأن كثيرين من بلدان المسلمين وكما هو شأن إخواننا وأخواتنا الذين يعيشون في بلاد الغربة في أوروبا وفي أمريكا وفي غير ذلك. إذا لا بد أن نأخذ الناس شخصا شخصا فردا فردا. هذا المخلوق الذي فضله الله عز وجل وخلقه في أحسن تقويم، خلق الإنسان في أحسن تقويم، نأخذ بيده بلطف ومحبة ونقول هيا يا أخانا، هيا يا أختنا،
أفيقوا من غفلتكم إنكم ستلاقون ربكم غدا هل لكم خبر بالآخرة أو لا؟ اجلسوا معنا حتى تسمعوا شيئا عن الآخرة وعن خبر الآخرة. وأكرر في كل مجلس وهذا شيء مهم جدا، وإن حق الله تعالى يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطاب موجه إلى كل مرب بعده، قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ذلك المشرك الذي يخفق قلبه ويرتعد ويرتعش خوفا وهلعا أجره حتى يستأمن وحتى يشعر بالطمأنينة وبالأمان، بعد ذلك أخبره عن الآخرة فأجره حتى يسمع كلام الله، لأنه بدون ذلك إنه يسمع كلام محمد شخص اسمه محمد أو اسمه بعد ذلك فلان وأحمد أو القادر لا يلتفت إليه، لكن إذا اطمأن هذا أسلوب في التربية ضروري أن ننتبه إليه، يجلس معنا حتى تطمئن حتى يفرغ الله عن قلبك ما كان فيه. أستاذ محمد حمداوي، هذا التحول الفردي والجماعي الذي تحدث عنه الأستاذ بن رشيد، هل يمكن أن نقول بأن جماعة الإحسان وحدها قادر على إنجاز هذا التغيير؟ التغيير هو مسؤولية في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، وليس مقتصرا هذا التغيير على عمل الجماعة فقط. مشكلة الأمة الآن هو يعني أن كيف نعمل حتى نتجاوز إسلام الزهادة الذي يدعو إلى الانسحاب من الميدان والانزواء والتقوقع عن الذات، وبين الحد الآخر هو إسلام أفكار ذات قلوب يعني جافة، وإسلام السياسة العقيمة المشحونة بالضغناء يعني بكل بالأنانية بالكبر بالاستعلاء بالعجب. فإذن كيف نتجاوز هذين الحدين؟ وهنا يأتي قول الله سبحانه وتعالى منير لنا الطريق، يقول الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فإذا هذا هو المؤمن يريده ربه سبحانه وتعالى أن يمشي في الناس، لا أن يتقوقع على نفسه، ولكن أن يكون له نور يمشي به في الناس. فهذا هو المنهج الذي ينبغي أن نعمل من أجل أن نخرج به بلغة إخراج الأمة في القرآن. لكن سيدي الفضيل العفو، من يمكن أن يقوم بهذه المهمة؟ هل هو أمر مرتبط بالعلماء أم بالحركة الإسلامية أم بالأحزاب السياسية أم بغير ذلك ممن يتصدون لعملية التغيير؟ والتغيير في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت هو مسؤولية الأمة جميعا. الله سبحانه جل وعلا عندما ذم فرعون كما ذكرت في الآية السابقة وقال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، لم يعفي الأمة من المسؤولية، حمل المسؤولية أيضا للأمة، فقال سبحانه جل وعلا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فإذا انحرف الحاكم لا تعفى الأمة من المسؤولية، فالأمة يجب عليها أن تحمل مسؤولية التغيير وأن تقوم وألا يعني تذعن لمسلسل الاستخفاف الذي سماه القرآن استخفة، وهو يعني يدل على الاستدراج، وعلى هناك برنامج ومخطط باللغة المعاصرة من أجل استدراج الأمة إلى الفساد وإلى الإفساد من أجل إبعادها عن دينها. فمغي الأمة أن تتحمل مسؤوليتها وأن تبصر طريق ربها وأن تلتف حول الدعاة الصادقين. فهناك الحركة الإسلامية وجماعة الإحسان منهم أساس في البلد منهم تدعو إلى التغيير وتعمل على التغيير، وهناك أيضا فئات أخرى من الحركة الإسلامية، وهناك العلماء، وهناك يعني فضلاء، وهناك وكل من له غير يعني صادقة على الدين وعلى هذه الأمة، فهو أيضا يعمل في إطار يعني إنجاز التغيير. فإذا التغيير هو مسؤولية الجميع بدون استثناء، ولا تدعي جماعة العلم الإحسان أنها لوحدها تستطيع أن تحدث هذا التغيير الذي ننشده جميعا، وإنما هي تعمل على أن تعبئ وتستنهض أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا التغيير المنشود بإذن الله. أخي الكريم، إنما نقول إننا ندعو إلى التغيير نكون قد حيدنا عن سواء السبيل. الله عز وجل أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،
فنحن ندعو إلى الله، ندعو إلى الإحسان، يعني ندعو إلى الله أساسا. فإذا كنا ندعو إلى التغيير، التغيير من ماذا إلى ماذا؟ إن الله لا يغلو بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الذي بنا، الذي ران على قلوبنا، والغفلة عن الله وعن المصير إلى الله عز وجل. لأننا لا نذهب إلى المقابر فنقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إذا لم يكن هذا حاضرا معي من صباحي إلى مسائي وفي يومي وفي غدي، فأكون غافلا عن الله. لأن زيارة القبور التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبا ذر قال زور اغسل الموتى وزور القبور في حديث تعرفونه، ذلك لكي يكون حاضرا مع الله. القبور لا تعنيني في شيء، الذي يعنيني هو مصيري أنا، وبما أنني سأمر في مرحلة ما بالقبر فإنني أنظر إلى المقبورين بعين الرحمة وأدعو الله لهم وأعيدهم وأقول إنا إن شاء الله بكم لاحقون، وحدث بذلك نفسي. فإذا لم يكن هذا الهم وهم الآخرة حاضرا معي، فأنا ظلام في ظلام، على أن الربانيين يتعففون من قولي أنتم في ظلام، لا يقول الناس أنتم في ظلام. من جعل الله كما جاء في القرآن الكريم: الذي جعل الله له نورا أو من كان ميتا فأحياه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ينبغي أن نحذر أن نقول الناس نحن في نور، أو أن نشير إلى ذلك ولو من بعيد، لأنه إذا قلت نحن أهل نور فإذا أنتم أهل ظلام، هلموا نقودكم إلى النور. هذا لا يصح دينا ولا سنة ولا قرآنا. عفوا سيدي الكريم، ألا يفهم من كلامك هذا الاهتمام بالآخرة والزهد في التغيير درواشة وزهد في الدنيا، وهذا أمر كثير ما حذرت منه في كتابتك؟ هذا إذا لم يكن المطلبان حاضرين معي، نعم هذا خطر. أما وأنا تحت لواء يسمى العدل والإحسان، فإذا أطلب الإحسان لا يغيب عني استحضاري إلى آخرتي، والرين الذي ران على قلوب بعضهم استحضاري له إنما هو تهمم بالمصير العام لي أنا، ثم لمن أمر الله عز وجل أن أهتم بهم، وهم مسلمون وهم المؤمنون وهم الناس كافة. لأن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم كافة للناس بشيرا ونذيرا، فنحن نبشرهم أول بشارة: يا أيها الغافلون، يا أيها الذين يجهلون أن الله بعث محمدا رحمة، هل تعلمون ما وراء الموت؟ لا يعرفون عن ذلك شيئا. فأمام كل واحد منهم لوحة بعبارة العصر، لوحة مشوهة سوداء مخيفة، قبر ودود ونهاية ولا شيء، إن فنكون كالمشركين الذين قالوا: إن إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يكون إلا الدار. فإذا إيقاظ الناس لهذا المعنى وبشارتهم ما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا سنقبر ثم سنبعث ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إذا نحضر كل هذا، أنا أكون مسؤولا عند الله عز وجل إذا لم أعمل جهدي لكي أحسن نفسي، لكي أتطهر أنا مما يشوب إسلامي وإيماني، ثم لكي أحب الخير لغيري. لأنه لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، وأخي أولا في الإسلام ثم أخي في إنسانية كما كان، يهوديا هو الآن أو نصرانيا أو غير ذلك أو مشركا. سيد الفاضل أمكاسو، إذا كانت الحركة الإسلامية في طليعة من يناط به هذه المهمة الجديدة التي تحدثت عنها الأستاذ المرشد، كيف يمكن أن تقوم بهذه المهمة الجليلة وهي في نظر بعض المراقبين والباحثين تفتقد إلى مشروع تغييري واضح المعالم؟ دعني قبل ذلك أن أعود إلى ما تفضل به الأستاذ المرشد حينما تحدث عن التغيير أو عن الدعوة إلى الله عز وجل والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالجماعة
تحاول أن تنزل هذا المفهوم أو هذا التصور من خلال تعريفها لنفسها بأنها دعوة تتوب إلى الله تعالى وتدعو الناس ليتوبوا إلى الله عز وجل. فهذا هو الأساس المتين لهذه الدعوة، نتوب إلى الله عز وجل وندعو الناس ليتوبوا معنا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأساس الأول. ثم هنا يذكرنا أيضا هذا الكلام بفقرتين نفيستين، الأولى في كتاب حوار مع الفضلاء الديمقراطيين، تحدث فيها الأستاذ المرشد حفظه الله عز وجل عما سماه بتوزيل العامل الذاتي، توزين العامل الذاتي في عملية الدعوة والتوبة. ثم أيضا فقرة مهمة في كتاب العدل، في كتاب العدل الإسلاميون والحكم، تحت عنوان تحديات المستقبل. حينما نقرأ هذا العنوان نعتقد بأن الأمر يتعلق كما ورد في الفقرة نفسها، يتعلق بتحديات خارجية صهيونية، تخلف الاستبداد، غياب حقوق الإنسان وغيره. ولكن الأستاذ المرشد يذكر بأن التحدي الأكبر أمام الإسلاميين في مستقبل أخذهم لزمام الأمر وإمامتهم للأمة، التحدي الأكبر هي النفوس التي يحملونها بين ظهرانيهم. هذه النفوس التي ينبغي أن تزكى وأن تستقيم على شرع الله عز وجل لتصلح لتغيير ما بالأمة حتى يتزكى وحتى يقوم على شرع الله عز وجل. أما ما تفضلت به عن افتقاد الحركة الإسلامية لمشروع تغييري، فهذا أظن بأن يدخل ضمن تهم الموجهة للحركة الإسلامية. وإلا فنحن بفضل الله عز وجل في جماعة العدل والإحسان ومن خلال كتب الأستاذ المرشد حفظ الله عز وجل نمتلك أصولا عامة لهذا المشروع، أصول عامة جاءت أساسا في مشروع عام سماه الأستاذ المرشد بالمنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا. ثم جاءت كتب أخرى تعرضت لمفردات هذا المشروع من كل جانب. جاء كتاب تنوير المؤمنات الذي عالج المرأة، مسؤولية المرأة ومهمة المرأة ووظيفة المرأة في هذا المشروع الكبير، وكيف ينبغي للمرأة أن تتحول من كائن مهمل مهمش مقصي إلى كائن يتحمل مسؤوليته في إنهاض في إصلاح ما بالأمة بعد إصلاح ما بها. ثم أيضا هناك كتاب العدل الذي عالج مسألة الإسلاميين والحكم وتعرض لهذا الأمر بشكل مفصل. ثم هناك كتاب نظرات في الفقه والتاريخ الذي انطلق من نظرة من الأعالي إلى تاريخ المسلمين وكيف يمكن أن نعالج هذا التاريخ. ثم في كتب أخرى وردت هذه الأصول، ونحاول أن نفصل هذه الأصول وأن ننزلها ونجسدها على أرض الواقع على شكل برامج وعلى شكل مشاريع تفصيلية من خلال المجهودات التي يتصدى لها مركز الدراسات والأبحاث التابع للدائرة السياسية لجامعة الإحسان. هذا المركز الذي يضم مجموعة من المكاتب التخصصية، مكتب الفلاحة والتنمية القروية، مكتب الصناعة والتقانة، مكتب الشؤون الاجتماعية، مكتب التعليم وغيره من المكاتب، كل واحد منها حسب تخصصي يحاول أن يفصل هذا المشروع. إذن فأن نقول بأن الحركة الإسلامية لا تمتلك مشروعا فهذا أمر منافي للصحة. ثم إن الأساس دائما لا ينبغي أن نلح عليه وأن نكرره، الأساس الكبير لهذا المشروع هو الإنسان. الإنسان يتمحور حوله هذا المشروع كله، فإذا لم نعالج هذا الإنسان ونحن منه بالتزكية وبالرفق حتى ينتقل من حالة الغفلة إلى حالة الذكر والصحو بالله عز وجل، فإن هذه المشاريع كلها تصبح بدون فائدة ولا طائلة وراءها. إن سمعت يا عمر، نشير هنا إلى أن مشروع العدل والإحسان هو مسطر في الكتب ومحفوظ في عقول الإخوان والأخوات ومن الناس من يجهل ذلك، لكن النور الذي أمد الله عز وجل به من شاء يسري في القلوب وفي العقول على أيدي أقوام رجال ونساء
يتكاثرون بسرعة في المغرب وخارج المغرب، فإن لهذا المشروع العدلي الإحساني حملة، إن له حملة من الرجال الصادقين والنساء الصادقات من مؤمنين ومؤمنات يمشون على رجلين يسعون في الأرض إصلاحا كما يسعى غيرهم إفسادا، يبلغون رسالات الله رسالة محمدية كما هي كاملة غير منقوصة. رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعناها في المطلبين الأساسيين العدل والإحسان، وسبق العدل لما قلناه وكتبناه مرارا، لأنه لا يمكن أن تخاطب الناس بأن تدعو الناس إلى الإحسان إذا كانت حياتهم الدنيوية فاسدة، إذا كانوا يعانون من الظلم والفقر والجوع والأمراض وما إلى ذلك مما ينغص عليهم حياتهم المادية. فإذا العدل، وهذا ترتيب الله عز وجل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بالعدل بالعدل أولا وقبل كل شيء. فإذا الآخرون يقولون يريدون التغيير لعدل يتصور له فيما مضى على أساس أفكار شيوعية أو يسارية أو معارضة، يصلحون أحوال الناس. النقابات تريد أن تصلح أحوال الناس، النقابات تريد أن تصلح أحوال الناس، لكن ماذا بعد أن تصلح دنياي؟ أخبرني من أنا وإلى أين أصير، أخبرني عن مصيري عن حقيقتي، أخبرني عن ما بعد القبر. القبر فاغر فاه، والظلمة تهددني ظلمة العقل وظلمة الحفرة. وقلت أشرت إلى حديث وقفت عليه أخيرا، أرحم ما يكون الله عز وجل بعبده إذا كان في حفرته، إذا ذهب إلى الحفرة، إن هي باب الآخرة، باب الآخرة، يكون الله عز وجل به رحيما. بهذه الكلمات المشرقة نختم هذه الحلقة الحوارية. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لهذا الحوار البناء، آملين أن نكون قد وفقنا في تلبية بعض مطالبكم، كما نشكر باسمكم ضيوفنا الكرام، راجين من الله عز وجل أن تتاح فرص أخرى لمجالستهم ومحاورتهم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.